الدين يغيرك، فإذا اعتذرت بأن طبعك هكذا كان هذا العذر أقبح من الذنب، لأن الأصل أن يغيرك الدين. أن تقول أنا خطوب، أنا لا أتحمل من قال لي كلمة ربما قمت ثائرا فقتلته، ما شاء الله، هذا دينك؟ هذا ما يحكمك من الكتاب والسنة وهدي الرسول وما كان عليه الصحابة؟ ماذا أفادك الدين إذا؟ إذا قيل لك هذا الأمر لا يجوز بدليل كذا وكذا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنت تقول أفعله، تفعله غلبة نفس، قد يقع، شهوة لا تقدر على صدها قد يقع، ومن ورائها المتاب والاستغفار والبكاء. أما أن يكون هذا من عذرك وأنك تقول لا أستطيع، كيف لا تستطيع؟ وماذا صنع فيك الدين؟ الدين قانون الله الذي يضبط الإنسان في جميع حركة حياته وفي سكونه. الدين يضبط حركتك حتى وأنت نائم، إذا نمت تنام على جنبك الأيمن متوضئا، وتضع كفك اليمنى تحت خدك الأيمن، وتأتي بالأذكار، ويكون ما يكون من الذكر آخر ما تتكلم به، فتنام على ذكر. فإذا ما تعار المرء بالليل وقلق وانتبه له ذكره عند الاستيقاظ، فإذا نام نام مجددا على ذكر، وإذا قام يقوم على الاستذكار، وإذا ما قام من منامه لا يضع يده في الإناء الذي يتوضأ منه أو يشرب منه، لأنه لا يدري أين باتت يده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينام على بطنه فإنها نومة الشيطان. محكومة أمورنا كلها، حتى فيما تراه في نومك حكمه، ما تراه في نومك حكمه ربك. الرؤيا لها قانون شرعي حتى هذه، نعم، يعني أنت ترى الرؤيا تتكلم بها هكذا، لا تميز بين أقسام الرؤيا الثلاثة، أنها من الله أو من حديث النفس أو حلم من الشيطان، كله عندك سواء، كله يتكلم به أو كله يكتم، كله يخاف منه، كله لا يلقى رد فعل شرعي، لا، هناك تقسيم. حتى فيما تراه في نومك محكوم بدين ربك. المسألة ليست كما يظن المسلمون، إلا من رحم الله فإنهم يفهمون، ولكن الجماهير المسلمة لم تعلم تعليما صحيحا دين الله الذي بني على التوحيد والاتباع، على كلمتين، أمر يسير وقريب. ترى في منامك من تلاعب الشيطان بك، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه إلى جنبك الآخر، وتدفل عن يسارك ثلاث مرات، وتستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك، انتهى الأمر، لا فزع ولا قلق ولا توقع لشر في المستقبل ولا شيء، انتهى الأمر، فإنها لا تضره، قول الصادق المصدوق. رأيت خيرا على الضد، وحدث بها من أحببت، وحدث بها من أحببت، لأن من أبغض لو حدثته بالرؤية الصالحة قلبها عليك، يعني تقول له رأيت كذا وكذا، من البشريات، يتصنع البكاء لأنه يبغضك ويريد أن يدخل الحزن على قلبك، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول ماذا حدث؟ قل هذه رؤيا سيئة سيصيبك ويصيبك، وهي رؤيا حسن، فيقول لا تحدث بها إلا من تحب. وأما حديث النفس فأنت تميزه، يعني تكون مشغولا بشيء في حياتك وقبل منامك فترى شيئا يتعلق بذلك، هذا من حديث النفس لا تلتفت إليه، انظر كيف أراحك، حتى فيما تراه في منامك